اليوم احنا في جهه الدار البيضاء ستارت ارتئينا كمكتب جهوي اننا نديروا واحد الشكل احتجاجي رمزي ديال الاعتصام ديال اعضاء المكتب الجهوي امام مديريه المديريه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بالجهه. هذه الاحتجاجات كامله كتجي كرد فعل ديال النقابه على استهتار ديال رئاسه الحكومه مع وزاره الصحه المطالب الشرعيه يعني ديال الممرضين وتقنيه الصحه، واللي كانت جولات ديال الحوار عديده في 2023 تم على اثرها توقيع واحد الاتفاق مبدئي يوم 26 يناير. بقات فيه بعض النقاط العالقه اللي بقات راهنه هذا الاتفاق المبدئي. هذه النقاط العالقه اللي بقات يعني كان خاص ضروري واحد التاشيره من رئاسه الحكومه عليها. لحد الان تسنينا بما فيه الكفايه ولا تجاوب من عند رئاسه الحكومه. الاعتصام وجاء استجابه للبيان الجهوي الاخير الذي صدر في 25 مارس متماشيا مع مخرجات البيان الوطني الذي دعا الى اضراب 3 أيام مع وقفات احتجاجية. سبب الاعتصام الجهوي هو ردا على الاستخفاف الحكومي، الاستخفاف الذي طال المطالب المشروعة للملف المطلبي الخاص بالممرضين وتقني الصحة. كذلك جاء ردا على بعض الممارسات والسلوكيات التي نراها هنا في المديرية الجهوية. هناك عدم تواصل، هناك مماطلة في الاستجابة، هناك يعني لا مبالاة لملف الذي تقدمنا به لدى المدير الجهوي اللي محضر الاتفاق الموقع. هناك مجموعة من المشاكل، فخرج المكتب الجهوي بهذه الوقفة أو باعتصام جزئي إنذاري ردا على الاستخفاف الوطني للحكومة وكذلك الاستخفاف الجهوي. كما لا ننسى أننا هنا ونعلن دعمنا اللامشروط لإخواننا في فاس، إخواننا الذين اعتقلوا كيدا في فاس. نقول لهم اصمدوا، مزيدا من الصمود، مزيدا من الصبر، فأنتم لستم وحدكم.